السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم. معاكم كينج شيف. النهاردة هنقدم لكم مشروب من أقوى المشروبات اللي بتقوي الجهاز المناعي للجسم. أتمنى يا جماعة اللي مشترك في القناة يشترك في القناة، اللي فعل زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد، وتابعونا دايما وانتظرونا في كل فيديوهاتنا، ومنتظر تعليقاتكم إن شاء الله. النهاردة احنا عندنا مشروب الكيوي بعسل النحل وجرجير وبقدونس. النهارده المشروب ده بيتقدم بطريقه سهله جدا وبسيطه جدا. معانا مكعبات التلج، معانا 3 ارباع كوبايه ميه. اول حاجه بننزل بالميه بتاعتنا، ممكن يا جماعه نضربه في الخلاط او بالهاند بلندر او بالميكسر بتاعنا. بنقطع الجرجير بتاعنا والبقدونس زي ما انتم متابعينا كده. احنا قطعنا كده الجرجير، هننزل بعسل النحل. طبعا بنزل بثلاث معالق كبار من عسل النحل، وبعد كده بننزل بمكعبات الكيوي اللي احنا مقشرينها. ودلوقتي يا جماعه هنضرب الميكس ده كله مع بعض. وكده احبائي شايفين، بعد ما ضربته كويس جدا لمده 10 دقائق خليته ناعم جدا جدا. طبعا الجرجير مع الكيوي مع البقدونس. هنزل دلوقتي في كوبايه مكعبات التلج، نحط في كل كوباية 4 مكعبات تلج، وهننزل عليهم بالعصير بتاعنا. وبكده يا احبابي زي ما انتم تابعتونا شايفين كوباية العصير، بسم الله ما شاء الله، مفيش حاجة بعد كده، يعني الطعم خرافة. بس هو بالنسبة للأطفال ممكن ما يبقاش مستحب جدا، لأن هو حر سنة صغيرة. أحبائي وأصدقائي في كل مكان، زي ما أنتم شايفين دي المشروبات بتاعتنا. مشروب طبعا الجرجير بالكيوي، طبعا مشروب جميل جدا ومغذي ومفيد، والقيمة بتاع الفيتامينات بتاعته عالية جدا جدا. في صندوق الوصفة هحط لكم كل المكونات وكل الفيتامينات اللي فيه عشان تستفادوا بالمعلومات اللي موجودة في الفيديو. كان معاكم كينج شيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.